مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء. نظمت اليوم وكالة تطوير التكنولوجيا الحديثة للإعلام ورشة لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للتطوير الرقمية في تشاد. مناسبة رأسها وزير البوسطة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة محمد الله طاهر بحضور وزيرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألينجي بجانب الفنيين والخبراء في هذا المجال. كان ذلك بفندق لا ريزيدانس. تقرير أحمد أدم. اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتطوير الرقمية في تشاد استدعت من وكالة تطوير التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال آداتيك لتنظيم هذه الورشة التي استمرت يوما كاملا، وشارك فيها ممثلين من القطاعات المختلفة العامة والخاصة والمتعلق عملها بالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات. وقبل الشروع في دراسة المستندات واعتمادها، تحدث المدير العام لوكالة أداتيك آدم عبد الرحمن أنه ليرحب بالمشاركين واهتمامهم بموضوع الرقمية التي أصبحت الأداء الأكثر حوجة في هذا العصر، وأن جلسة اليوم ستكون سبب لاعتماد المستند الذي من المنتظر أن يكون مرجع للخطة الوطنية لتطوير التكنولوجيا في البلاد، وهي خطة تشاد الرقمية من العام 17 و2000 إلى العام 21 و2000. وافتتح الورشة رسميا وزير البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال محمد اللوط طاهر، حيث أشار إلى الخطة الرقمية المستدامة التي وضعتها الحكومة في أولوياتها لتوفير التكنولوجيا للمواطن التشادي، حيث المستند الذي سيعرض إلى المشاركين في هذه الجلسة والذي من المنتظر أن تشرع الحكومة بعده تأسيس بنى تحتية قوية وتوعية للشعب من ذلك، ناشد الوزير المشاركين بالدراسة المستفيدة لاعتماد هذه الاستراتيجية المسيرية. الورشة وبعد الافتتاح الرسمي سيجلس المشاركون في شكل مجموعات والعمل بالتعاون مع خبراء لمؤسسات دولية تعمل في مجال الاستشارة والتخطيط للتكنولوجيا الحديثة للاتصال.